مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج شنو رايك. كنا عارفين بان الامتحانات النهائيه على ابواب في جميع المستويات الدراسيه ما بين اعدادي وثانوي والابتدائي او حتى الجامعي، وهالايام حتكون ايام صعبه جدا. اداره التعليم بوزاره التعليم داخل مدينه جدابي او داخل متحف الصفه العامه داروا اجتماع كبير جدا وناقشوا فيه عده نقاط، وهالاجتماع كان يضم ما بين جدابيه، زويتينا، سلطان والبريكا. شخصيتي كانت موجودة داخل هالاجتماع هي الأستاذ يوسف محمد كرين مدير إدارة العامة للامتحانات، والأستاذ الشريف الطيف عمر مسؤول التعليم بجدابية، أحمد حامد إبراهيم مدير مكتب امتحانات جدابية، السنوسي أحمد الوريدي مدير مكتب التفتيش التربوي بجدابية، الأستاذ عبد الرسول عبد الجواد مدير مكتب امتحانات البريقة، الأستاذ صالح غيث عبد الله مدير مكتب الزوتينة سلطان، والأستاذ علي عمران الهمالي مستشار تربوي بقطاع التعليم بجدابية، وكان الأستاذ مسعود قطعاني أمين سر إدارة الامتحانات، وختاما بالأستاذ أيمن جبريل رئيس قسم الوثائق. هالمجموعة كلها اللي احنا ذكرنا أسماءها كانوا في اجتماع كبير جدا، كان حوالي ما بين 3 إلى 4 ساعات ناقشوا فيه عدة نقاط. بداية نمشي معنا هالتقرير ونعود ونكمل حلقتنا من شنو رأيك. الامتحانات ما نقولوش ستكون سهلة لدرجة وكذا، لكن الامتحانات بإذن الله ستكون من داخل المنهج، ونحاول بقدر المستطاع أنها تكون من أسئلة الكتاب للاستغناء عن بعض، لأنهم استغلوا المذكرات والكتابات اللي برا ويعطيه مذكرة ويقول الامتحان ما يطلعش من المذكرة. لما المفتش يقوم بوضع سؤال في الامتحان تصير ردة فعل من الطلبة لا هذه هي مش من المنهج، هذا هو بالعكس في المنهج ممكن مش وارد في مذكرة المعلم اللي عد لك، وبالتالي لابد من الاعتماد الكلي على الكتاب المدرسي، ولابد الامتحان من توفر شروط الامتحان الجيد وهو الشمولية للمنهج والتدرج من السهل للصعب، وأن يكون في 75% من الامتحان في متناول الطالب المتوسط، لا بأس من أن يكون في سؤال أو اثنين لقياس الفروق الفردية للطلبة. ونحن هذا العام متأملين خير بإذن الله تعالى، واللي المفروض نكثفوا له الجهود إعلاميا اللي هي محاربة الغش. نحن كقطاع التربية والتعليم الجامعي طبعا الجهد المبذول منا دائما لوصول المعلومة للطالب لتذليل كافة الصعاب، يعني في أثناء الامتحان في تهيئة الجو المناسب للطالب. النقاط اللي طرق الأستاذ نقاط طبعا إيجابية وما شاء الله تبارك الله، أن يعني نتمنى أن نوصلوا للمستوى الأعلى، ولكن من نقطة إلى أعلى فيها صعوبة، نبقى كل عام نرجو شوي شوي خير من الهبوط. كون الامتحان ما يعنيش أنه امتحان للطالب فقط في وزارة التعليم، ما يشعرش أن الطالب أن هذا الامتحان موجه شوره هو، لكن نحن كقطاع تربية التعليم إدارة التفتيش الامتحان عندنا يعني المدرسة بالكامل، من مدير المدرسة لعند حتى يعني الحرس الأخصائي الاجتماعي. ما دام النسبة في المدرسة كويسة معناها المدير المدرسة يا ناجح، المعلمين عندهم تفتيش مر عليهم واصلين حد معين، يعني رأوا هو الامتحان للطالب هو حصيلة العام الكامل. فيما يخص مكتب تفتيش تربوي بمنطقة جدابية طبعا، ومن حيث المهام الملقاة على عاتقه، أولا لابد من التأكد من ما قطع من المنهج الدراسي في الشهادات العامة ومراحل النقل، أيضا الوقوف على المستوى التحصيلي للطلاب سواء في مراحل النقل أو لطلبة الشهادات العامة، أيضا مطابقة آلية توزيع المنهج القادمة من الإدارة العامة للمناهج ومدى مطابقتها فعليا، وهذه يقف عليها المفتش التربوي. أيها السادة، كما تعلمون أن التفتيش التربوي يعتبر مرآة عاكسة لما يدور في العملية التعليمية من إيجابيات وسلبيات. كيف ما شفنا بعضنا شديد كرام هالتقرير اللي كان من داخل هالامتحان من داخل هاللجنة الامتحانات، وكنا معاهم وخذينا النقاط اللي هم تناقشوا فيها، كان عبارة عن مجموعة نقاط من أهمها هي أول نقطة وأهم نقطة القضاء على ظاهرة الغش بالكامل ومعاقبة من يساعد الطالب على هذه الظاهرة السيئة.
كان النقطة الثانية هي تنظيم حضور وغياب الطالب بأوراق رسمية يومية، انتقاء رؤساء لجان الامتحانات من الشخصيات القيادية، وطبعا بدون أي مجاملة أو دون إحراجات. من النقاط كانت هي عبارة عن توفير الأمن اللازم لجميع لجان الامتحانات، وتأكد على أن يكون كل الامتحانات من داخل المنهج، عشان الطالب ما يقولش مثلا أن الامتحان جانا من برا المنهج أو جانا أسئلة غير متوقعة، فركزوا على هالنقطة بشكل كبير جدا. كان آخر نقطة في هالنقاط أو ما قبل الأخيرة هي تأكد ضرورة وجود قسم التفتيش التربوي بقوة أثناء الامتحانات. هذه هي كانت مجموعة النقاط اللي تناقشوا فيها داخل اجتماع جدابية زوتينا سلطان والبريقة في قطاع التعليم، وكان الحصيلة من هالاجتماع ان هنوفروا للطالب أجواء في الامتحانات ان يقدر يجاوب وان يتفوق في قريته بدون غش، وبدون ان هو مثلا يلعب في مستقبل حياته بالغش والغشاشين. أتمنى التوفيق لكل الطلبة، وأتمنى التوفيق لكل المدرسين. رب يكون في عون أولياء أمور، الأيام الجاية حتكون كل بيوتنا فيها حالة اضطرابات نوعا ما، باش نوفر لأبنائنا أجواء الدراسة. مشاهدينا الكرام، مع بعضنا ننزل للشارع داخل مدينة جدابية وناخذ رأي المواطن في هالموضوع في حلقتنا اليوم برنامج شنو رأيك. أول حاجة أن أولادي كانوا غش، خاش على مرحلة الغش، إنه معاش يقعد عنده مستقبل. غش 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 ما ينفعش، ضروري يعتمد على نفسه، ويعتمد أول حاجة على الوالدين إنهم يعلموه على الحاجة الصح، ما يعلموش على الغش. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، وإذا مدرس ساعده معناه زاد العير في شلبك، خربة بزيادة، زادة بزيادة أخرى. ثالث حاجة، وإذا الوالدين عرفوا إن المدرس والمدير بتاع المدرس مساعد معه في الموضوع هذا، معناه الطالب انتهى رسمه. في رأيك أنت ليش المدرس أو بعض المدرسين يخلوا في العيال يغشوا؟ يعني هل بيكمل فترة صراعي بيروح؟ في مصالح شخصية. زي؟ مصلحة. أنت وأنت في رأيك أنت أولادك يروح يقول لك والله باتي إن اليوم غشينا وحلينا جو كويس، شو اللي يجي في عقلك وقتها؟ ليش المدرس خليه يغش؟ يبيونهم موضوع الدراسة بدري بدري، لهذا بيروح الحوش. في ناس من المدرسين ما حال غاية بينهي موضوع الدراسة هذه قبل وقتها. الغش إن شاء الله افتكوا منه أول حاجة، إن شاء الله افتكوا منه، وإن شاء الله بإذن الله الغش ما يريد أحد، الغش ما يريد حتى واحد. والله طبعا الغش هذا من ناحية دينية ومن ناحية أخلاقية طبعا معروف، ما فيش حد يصرح عنه، ولكن عند الطلبة طبعا من الضغوط النفسية على الطالب، ومن عدم تحصيله الكافي للمعلومات، ومن عدم الاهتمام بالطالب كأن مهنة حرف طالب طالب علم، لازم يعطوه اهتمام أكثر، ولازم نخذوها من كلامك نقطة نقطة. أنت قلت أول حاجة العيل مش محصل من يقري، لا مش حكاية تمام، فيه اللي يقري، ولكن هل الضمير اللي يقري مش جيب له مدرس ما يعطيش كفايته، خاصة فرق بعيد، ولما نشوف نحن كمدرسين نقدم كيف كنا نعطوا للطلبة، وتو كيف كانوا يعطوا، تو قبل يعني حتى لما يغيب مدرس ثاني نقدر نغطي عليه، تو ما فيش حد يغطي عليه، يلا مدرس الأساسي الله، وبعدين يجي قبل الحصة بخمس دقائق، بعد الحصة بداية الحصة بخمس دقائق، ويمشي قبلها بخمس دقائق، فطارد وفيه العطل، وخاصة كانوا سيارته خاربة، كان هو في مشوار عند الطالب. طبعا التعليم أو اللي قايمين على التعليم دايرين جدول معين للتحصيل، كيف يحصل الطالب هالمعلومات في مدة معينة. والله بالذات أنا رأيي أنها تكون خطوة جيدة، لأن موضوع الغش هذا ما يمشيش بالبلاد لقدام، هذه حاجة مستحيل أن الطالب حتى هو يكون في العين، مش حينفع روحه، مش حينفع روحه مستقبلا ولا ينفع هلا، حيضيع لما يروح لك العيل الحوش يقول لك يا باتي اليوم ما شاء الله حليت امتحان كله ومدرس خلينا نغشه، ردك شنو يكون؟ ردي يكون بصراحة مش تمام، أنا حنكون مش متريح من يلا، وحتكون حتى البلاد وضعها مش تمام. طبعا أكيد الموقف صار معاك من قبل ولا أكيد؟ يا سلام. هل فكرت تمشي المدرسة تخش على المدير على المدرس ليش خليته العيل يغش؟ طبعا هذه الفكرة هذه أنا ما درتهاش بصراحة. تو احنا نبغى نقضوا على السلبية اللي عندنا. شوف تو احنا وضعنا الأيام هذه ليبيا تبي راه تبي الناس يبنوها بالعلم.
الجيش ربي يحفظه والجيش ربي ينصرهم، ما شاء الله قاعدين راهو يديروا في المستحيل باش نحن نعيش متريحين. تو نحن مدنيين نبوا نبنوا هالبلاد. لما ولدك يغش، ولاد الجيران كم يغش، والمدرس يخلي العيل يغش، والمدير يسمح لهم بالغش، كيف حيصير فينا بعدين؟ حيصير البلاد حتبدا بلاد جهل في جهل بصراحه. فانا ما ننصحش الطلبه ولا المدرسين ولا ني. انا نبيهم الا شنو؟ انا عندي عيال في النهايه بكل، لكن نبيهم يحافظوا على الاولاد من ناحيه الامتحانات، ينهوا عمليه الغش ويبداوا يحطوا فيها حتى مراقبين عليهم في فتره الامتحانات، باش الطالب ينفع البلاد مستقبلا. البلاد راهي مش ناقصه، البلاد بدون علم حتنتهى بالغش والجهل، تنتهى البلاد وتضيع. والله كل الغش هذا قاعد حيس، راه شنو نقول لك انا؟ غش هذا ضروري منه، ما فيهاش انا. غش الشباب كلهم شنو نقول لك؟ كله غش. بتروح احنا نبي نحارب الغش ونبي الطالب انه هو يقرا ويتعلم ويبني هالبلاد. انت معنا في الموضوع ولا لا؟ والله يسمح، موضوع 100 100. حد اقل حاجه مش الطالب يفهم ويقرا قرايه كويسه ويقعد 100 100. المدرسين في بعض منهم طبعا مش كلهم يخلوا في الطلبه يغشوا او يساعدوا فيهم على الغش، وفي اولياء امور يقول لك والله يخلي عدي غش وانجح وخلاص. شو رايك انت في الموضوع؟ والله موضوع لا موضوع هذا غلط غلط. ضروري البنادم يقرا كويس، العيل يقرا كويس، ابى طالب 100 100. حتى لما يقرا بعدين حيلقى روح، يلقى روح اكيد. هذه من انا قاعد انا بالحرف هذه من 2000 نخدم فيها. هو شوف، هو شغل مش عيب، مش عيب، حلو تمام. انت قال هنا ما شاء الله عليك، على الاقل خير من الشباب اللي قاعدين راكدين حوشينهم ويقول بو اعطيني حق دخاني. لا تمام. لا انت هن ظروف، انت جانك ظروف سيبت قريتك بس اشتغلت. لا اشتغلت تمام، وضعي 100 100. وبس في ناس ما زالت تقري، في واحد يقرا وفي العامل ممكن ما كملش قريتك. يقرون معي كلهم، يقرون معي نفرين يقروا كلهم. فانت ما تقلش من قيمه روحك، انت ما شاء الله عليك شاب تخدم بيدك وطلع في مصروفك ما شاء الله عليك. لكن تروح نحكوا على عيالنا اللي توي بيبنوا هالبلاد، حتى شباب الجامعه. انت تو لما تمشي مثلا بعيد مريض تمشي المستشفى، ولا تبي تعمر حوشك وبتجيب مهندس، تقدر انت بروحك ضرب النقص. هذا كذا ناجح بالحجابات اكيد. هذه بلا قول، هذه بدري. واللي استاذ فيديو يقول لك اعطيني تليفون تو نجحك، في واجدين استاذ يدروا في اللقطه دي. شو تقول لي كلمه يدعم في الغش، سواء من الطالب او اللي يامر او المدرس، شو تقول له؟ والله حسب الله ونعم الوكيل فيها، ما فيهاش. البرنامج بتاع الغش هذا انا نتمنى حتى للمدارس الخاصه الامتحانات ما يشرفوش عليه المدرسين نفسهم، يشرفوا عليه المدرسين اللي في المدارس العامه بتاع الدوله هن اللي يشرفوا على المدارس الخاصه. لان هنا كان نشوف الاولويه وتلقى اللي في الاوائل هم اللي في المدارس الخاصه. بوك عشان خاص يقول لك خايف نسقط العيل توباته معاش يخلصنا. ايوه هذه اكبر غلط. انت ما بتعطيش ترخيص للمدرسه خاصه منين ان تشرط عليه ان الامتحان ما يشرفوش عليه الا المدارس العامه. هذا هم يديروا فيه في الشهادات مثلا الاعداديه حتى الابتدائيه، لان هي من الابتدائي العيل ما يعرفش يقرا من الاول ما يصيرش منه. المفروض انت تعلمه والامتحان يكون في مدرسه عامه زي المرحله نتاع الثانويه. لا المدارس اللي هنا العيل اللي ما تلقاش قريه مثلا 3 سنوات يقروا فيه في مدرسه، شنو يقولوا لها هي مزيد تعليم. ايوه هذوما كون يمتحنوا في مدارس عامه، المفروض المدارس الخاصه يمتحنوا في المدارس العامه. تمام. مشاهدينا الكرام، بهيك وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا اليوم من برنامج شنو رايك؟ نزلنا للشارع، خذينا راي المواطن في موضوع الامتحانات وموضوع الغش، اللي حاولوا حاليا قطاع التعليم انهم يحاربوا هالظاهره بكل ما اعطاهم ربي. اليوم راي المواطن وصل، راي اولياء الامور وصل بان ما نبوش ابنائنا ينجحوا بالغش، نبوا ابنائنا ينجحوا بالعلم وبالتفوق. رسالتنا اليوم وجهها للطلبه، تقول لك الله الله اقرا وتعلم واجتهد، الغش مش حيقدم لك اي شيء. رسالة ثانية لأعضاء هيئة التدريس ولجان الامتحانات، يقول لكم يا ريت للبعض أنه يتقي الله في هالطلبة وأنه يركزوا معاه في موضوع الدراسة بعيدا عن الغش. ما تساعدش أي طالب أنك أنت تغشه، لو أنت تو بتفرحه باش هو يطلع من الامتحان وفرحان أنه هو حل وكمل، ولا أنت باش تروح بدري، أنا نقول لك أنت سببت كارثة كبيرة جدا في فشل هالطلبة. الرسالة الأخيرة موصلوها إلى أولياء أمورنا، هلنا ابانا امهات، نقول لكم هالايام ايام امتحانات، يا ريت كلنا نبتعد شوي عن المشي والجي وعن اللمات وعن الحوسه وعن السوق وعن وعن وعن، ونركزوا في عيالنا. ليبيا هالايام تبي منا العطاء، ليبيا تبي ابنائنا يخدموها، قوات مسلحه تحمي في البلاد، والجيش والشرطه قاعدين يامنوا في بلادنا، وعيالنا هم اللي عليهم العباء باش يبنوا بلادنا، وبلادنا مستحيل تنبنى الا بالتعليم والعلم. في الختام
اتمنى لكل الطلبه النجاح والتوفيق، اتمنى ان ليبيا تكون افضل ما يكون، واتمنى بلادنا تكون احسن بلاد في العالم. من داخل جدابي اقول لكم في الختام، وكم من غير سلام، حفظ الله ليبيا، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.